يا نادية دي دايما عامله لنا مشاكل كده. بس بقى العيال مش ناقصه، هي حاجه غريبه جدا برضو. يعني ما تقول لحد من العيال هي راحت فين، ولا تكونش بتعمل كده هوت عشان عارفه ان انا عايز ارجع لها واصالحها؟ ده جزاتي؟ ما تقفوش يا بابي، وبين عارفه لما مامي ترجع تقولي لها هي كانت فين. وانت فاكره ان انا هفوت حرقه الدم دي كده؟ انسي. مش فهمتي قلقانة عليها قوي كده ليه؟ تلاقيها بايتة عند واحدة من صاحباتها اللي بتخرج معاهم اليومين دول. مامي عمرها ما بتتبرع علي. يا سيد وصلت لإيه؟ إيه؟ في إيه يا بابا؟ في إيه؟ أنت مجنون يالا؟ في إيه يا مروان؟ لا الست نادية مرمية في الشارع. مامي! بس مامي لا، مامي لا، ما تقولش مامي كده. بس 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 انا هروح اشوف ايه. انا هاجي معاك. لا 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 هي كويسة، هي كويسة. اقعدي اقعدي كده مامي، سيبيها في حالها يا فرح. لا في انا عارفة ان انا جوتي كويسة، أنا مامتي كويسة، مامتي جاية، أنا مامتي هتيجي بعد شوية، مامتي كويسة، وهتيجي بعد شوية، أنا عارفة إن مامتي كويسة.